كل البنات جيسبر كو فوز علي بيان. قبل ما نبدا الفيديو حبيت نشكركم على كامل حبكم ودعمكم وتعليقاتكم. ميرسي بوكو. تعليقات كانت فوق المستوى. تعليقات راقيه جدا. حبيت نشكركم وان شاء الله بربي نفرحكم ونفيدكم في الفيديوهات الجايه. فيديو اليوم راح يكون على المسامات. خلتوا لي وحده في تعليقات في الفيديو اللي فات كاقتراح. قبل ما نبدا لازم 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 كل يسمعوا، كامل البنات يسمعوه حتى للنهايه. علاه؟ باسكو فيديو مهم للبنات صغار كيما الكبار، للميك اب ارتست كيما اللي ماشي ميك اب ارتست، لي استيتيسيان كيما اللي ماشي استيتيسيان، للبرو كيما لي ديبيتونت. فيديو مهم 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 جدا. الفيديو تاع اليوم راح نديروه على المسامات باش نجيكم خطوه بخطوه. المسامات متواجده في جميع انواع البشره. المسامات تساعد البشره باش تتنفس وباش تساعد البشره باش تخرج السموم. كاين مسامات مرئيه وكاين مسامات غير مرئيه. المسامات المرئيه كاين مسامات ضيقه ومسامات مفتوحه. المسامات الضيقه هي احسن المسامات باسكو ما تبانش، وكي ديري ماكياج ولا كي تعودي خارجه ولا هكذا تباني جون، تباني اكثر شبابا. اما المسامات المفتوحه تصيلا وين العكس، الماكياج يجي اقل احترافيه. وحتى اذا ما درتش ماكياج المسامات الواسعه تبين الانسان اكبر من عمره. دونك في هذا الفيديو راح ندير لكم ثلاث حوايج: اسباب المسامات الواسعه، طريقه علاجها، وكيفاش نتجنبوها. من بين اشهر توسع المسامات المفتوحه المكياج. الناس اللي يديروا المكياج طول لا جورني ومن بعد يزيدوا يركضوا به، هذه المكياج يوسع لك المسامات. علاش؟ باسكو كي تركدي به سي لا وين المسامات تبدا تتنفس. وكي تكوني غالقتها بالمكياج وديرت لها مثلا فون دو تان بودغ وفيكساتور وما نعرف، هذوما لي برودوي يغلقوا المسامات. كي يغلقوا المسامات، المسامات واش دير؟ تعود حابه تتنفس، دونك تتوسع اكثر باش تتنفس. اذا توسعت المسامات راها شويه راها ما ترجعش فاسيلمون. استيلا البروبليم نهار اللي تتوسع المسامات ما ترجعش كيما كانت، ما ترجعش فاسيلمون تضيق. السبب الثاني الاوساخ. اذا كانوا يتابعوا فيا بنات من 15 حتى 17 سنه ركزوا مليح معايا، وحتى الاخرين يركزوا مي بلوس هما. الاوساخ تلعب دور في توسيع المسامات كيما المكياج. كيف حتى ما كيش ديري في المكياج، لكن الاوساخ تعادل المكياج زعما في المشكل تاع المسامات، هي اللي توسع المسامات اكثر. باسكو المسامات مثلا يكونوا كيما هكذا، كي تجيها كي يكونوا الاوساخ هنا، من بعد المسامات واش تصرى لها؟ تبدا تتوسع باش تتنفس. مي اذا كانت المسامه قد هكذا وما كانش اوساخ، معناها يبقاو كيما هكذا المسامات، ماهمش رايحين يتوسعوا بحثا عن كيما يقولوا باش تتنفس احسن. السبب الثالث البشره الدهنيه. البشره الدهنيه مشهوره بالمسامات، مساماتها مفتوحه عكس البشره الجافه. بس البشره الجافه مساماتها اقل، اما البشره الدهنيه المسامات عندها واسعه وواضحه ومرئيه وبكثره. السبب الرابع البشره المتقدمه في السن. اكيد البشره المتقدمه في السن مساماتها مش كيما مسامات واحده عندها 18 ولا، اكيد مساماتها اكبر من العوامل الخارجيه توسع، مثلا الشمس، العوامل كاع الخارجيه اللي تعرفوهم. مع الوقت تبدا تكبر المسامات وتكبر كامل، تبدا بالمناطق هذوما تاع الوجنتين الداخليه. بعد كاينين اللي تجيهم هنا هنا ثاني تجي مسامات، خاصة مسامات عند هنايا عند هاد المنطقة اللي فوق لي لافغ، هنا في منطقة الجبهة منتصف الجبهة، التيزون، الأنف، هذا أكيد تكون فيه مسامات باسكو سي لا وين تكون الدهون متواجدة أكثر. دونك طريقة العلاج، المكياج لازم ترقديش بيه، ممنوع ممنوع منعا باتا ترقدي بالمكياج. حاولي قد ما تقدري دي مكي وجهك حتى وتكوني تعبانة وهكذا، اغسلي وجهك لو كان بلو جيل ولا بواش راكي تغسلي. أضعف الإيمان الماء. المكياج لازم ديماكي روحك بيان كوم يلفو. انا ما ننصحكمش بيان سيغ بالماء، ننصحكم ديري ديماكيون
pour le visage خاص وحده ودي ماكيون بور لي زيو وحده وبعد الدي ماكيون بعد مثلا بعد الدي ماكيون ديري اون لوسيون تونيك ديري مش عارف اسمه سائل تونر ولا مانيش متاكده من الاسم نتاعو ديري اون لوسيون تونيك ومن بعدها بعد لا لوسيون تونيك ديري لا كريم هيدراتون تاعك كريم هيدراتونت كريم دو نوي كريم هيدراتونت ولا سا ديبون البشره نتاعك قادره تكون كريم هيدراتونت قادره تكون كريم ريغولاتريس كل وحده دير على واش على واش يحتاج وجهها اذا كان المشكل الاوساخ اكيد لازم لازم تغسلي بشكل منتظم نوضي صباح لازم تغسليها بلي برودوي اللي عندك واللي يتمشاو سورتو مع البشره نتاعك انت عندك بشره جافه ما كيش راح تستخدمي دي برودوي خاصين بالبشره الدهنيه لازم شاك سيمين سورتو اذا كانت بشرتك دهنيه ديري شاك سيمين اون سيونس عند ليستيتيسيان عند خبيره التجميل تروحي ليها دير لك نيتواياج دو بو راهي تشوفك دير لك دياغنوستيك دو بو وتشوفك تشوف اسكو لا بو تاعك تحتاج اون فوا بار سيمين ولا اقل ولا اكثر كل وحده والبشره نتاعها وكل وحده والحاله نتاعها كل وحده ودرجه الاحتياج للنيتواياج دو بو ولا سوان دو بو كي تروحي ليها لازم البرون سوان دو تابو لازم دير لك لازم ديماكي وجهك اذا ما ديماكيت لك وجهك عارفي باللي ماهيش بروفيسيونيل لازم ديماكي لك وجهك حتى وراه ديماكي تقصي تقول لك تا ديماكي تي طون فيزاج تقولي لها ايه لازم تعاود ديماكيه باسكو كي جيتي خارجه مثلا من داركم لو صالون تاعها كاين ميكروبات تضرب وجهك كاين دي باكتيري يلصقوا في الوجه لازم هي ديماكي باش تحضر لي برودوي باش كي تحط لو برودوي هذاك ولا الماسك هذاك راح يكون فعال اكثر للابو نتاعك سي بور سا لازم ديماكي حتى وراك انت تا ديجا ديماكي طون فيزاج دير لك جيل نيتوايون دير لك الغوماج غوماج خاص بالبشره نتاعك انت اذا كان دهنيه بيان سور غوماج خاص بالبشره الدهنيه وبعد الغوماج دير لك لازم ماسك توجور اون يوتيليز لو ماسك تيرو هذاك اللي جاي تاع الارجيل تاع الطين نقولوا له في الجزائر ماسك الطفله واحد الوقت هو اللي جاي اخضر فعال وهايل هايل انا نحبه بورتون لابو نتاعي ماهيش دهنيه مي دو طون زون طون ديرو باش يشد لي البشره نتاعي باسكو يشد البشره فكرتوني قادره دير لك بواحد الجهاز اسمه ماكينتير جاي قد هكذا بهذاك الجهاز ضيق لك المسامات بيان سور النتيجه ماكش راح تشوفيها ما كيش راح تشوفيها توت سويت باسكو ماهوش ليزر هذاك الجهاز فيه بزاف الكترود كاين خاص بالرقبه كاين خاص بالوجه كاين خاص بالانف كاين خاص بالاماكن الصغيره بالكبيره هو جاي كي شغل شامبينيون راس تاعو نخلي لكم ليماج نتاعو هي دير تخير للمناسب لوجهك وتبدا كي شغل تخلي مسافة بين الالكترود هذاك بين الجهاز هذاك وبين بين وجهك وتبدا تمشي غير بشويه تبدا اكيد بالرقبه وتبدا تطلع تبدا تمشي على البشره نتاعك وتحسي كي شغل فيبراسيون كي شغل حاجه هكذا شويه مؤلم مي مش بزاف معناها تقدر الوحده تتحمل هذاك الالم تبدا تعقب لك هكذا كي تحسي بالالم معناها لي في راه معناها كاين اي في كيما قلت لكم النتيجه راكم ما تشوفوهاش دو سويت لكن مع الوقت ومع لي سيونس توليت بان النتيجه الجهاز هذا تقدري تشريه وحدك وتستعمليه وحدك مي ننصحكم بيان سور راه فيه التعليمات صيبي مكتوب اللي لازم تنحي لي زاكسيسوار لازم تكوني ماكيش اونسانت وهاد الامور كاينه وحده مثلا تقول لي انا ما نقدرش نروح شاك موا للاستيتيسيان ونحط مثلا 50 يورو ولا من 500 الف حتى مليون مليون ونص على جال باش دير لي نيتواياج دو بو ولا سوان دو بو بور لا بو غراس ولا نيمبورت ولا بور ريسيري لي بور دونك انا ننصحكم بيان سور نقدر ننصحك في هذه الحاله كي تنوضي صباح ركزي معايا في هذه كي تنوضي صباح
تنظفي وجهك، تغسليه مليح، ديري تشري واحد لو برودوي اسمه لوسيون استرانجونت. هاد لا لوسيون استرانجونت دير من 50,000 ل 200,000 على حساب لا مارك اللي تشريها. كاين اللي يحبوا مثلا لا مارك غارنيي، انا نحبها مليحه، تقدري ديريها، ماهيش غاليه بزاف. كاين لا مارك بيكسي اللي بيكسي ولا بيكسي، كل واحد شو يقولها، اللي تحب تشري من سيفورا. ثاني هذه لا مارك مليحه. كاين لا مارك ايف روشي، بين البينين، كل واحد واش يحب وكل واحد واش متوفر. مثلا انا نقدر نشري من سيفورا، وحده ما عندهاش سيفورا تروح تشري من غارنيي. غارنيي متواجده مثلا في الجزائر، في المغرب. نوري لكم كيفاش لا بواط نتاعها وكيفاش مكتوب. هذه لوسيون دي ماكيونت، تضيق لك المسامات، تنقي لك لابو، تساعد على الاقل اذا ما ضيقتلكش المسامات، على الاقل تحارب باش ما تزيدش تتوسع. انصحكم ما تغسلوش وجوهكم غير دو فوا بار سيمين. مثلا هم القور راني نشوف فيهم، عندهم لي برودوي، عندهم يروحوا يديروا نيتواياج دو بو، يتهلاو بزاف في لي بون تاع، يتهلاو بزاف في رواحهم. مي توجور نلاحظ بلي عندهم مسامات كبيره، وكاين المسامات اللي توجور لا. مي مثلا احنا عندنا سبحان الله في الاسلام عندنا نغسل وجوهنا 5 مرات. اللي تغسل وجهها 5 مرات تكوني متاكده باللي لابو تاعك. مثلا وحده تغسل وجه، تتوضا 5 مرات وتغسل وجهها 5 مرات، عندها 18 عام، من 18 عام لو 30 عام بشرتها تصيبيها اكيد احسن 1000% من وحده من 18 لو 30 ما تتوضا، ما تغسل وجهها 5 مرات. حتى وتكون دير في لي برودوي ما عمرها ما تلحق لهذاك المستوى تاع لابو تاعها، كيفاش تكون نات وتكون ما فيهاش كامل، ما تكونش ما فيهاش كامل معناها المسامات. تشوفي غير شويه، ما تشوفيش كامل بزاف. الوغ كو الاخرى ميم مع لي برودوي تصيبي فيها. وهذه راني مانيش نهضر غير هكذاك، عن تجربه. وتوجور نحب نلاحظ الناس كي نعود نهضر معاهم، نلاحظ لابو تاعهم باسكو سي مون دومين وحاجه نعشقها. دونك البنات صغار اللي عراها مازال عندها 15-17 سنه، ابداي من درك تهلاي في لابو نتاعك، اغسليها قبل ما ترقدي، اغسليها قبل ما كي تنوضي. كل مره حاولي تتوضاي اكسبري وتوضاي بالماء البارد باش لابو نتاعك واللي اسمها لابو تاعك تبقى محافظه. على بالي درك تقولي انا لابو تاعي مليحه، مي عقبي 5 سنين وشوفي، نشوفوك اسكو تبقاي تقولي انا لابو تاعي مليحه ولا لا. كاين بزاف داروها كيما انتي، وحده منهم انا كنت نقول انا لابو تاعي مليحه. ما كنتش كامل نتخيل بلي نهار نولي نجري على لي مارك ونجري على لي برودوي، وشكون احسن برودوي على جال لي بور، ولا شكون احسن برودوي على جال لي ماسك، ولا هاد الامور. صدقيني كل ما تكبري كل مشاكل البشره تزيد تكثر لك اكثر. دونك من ديبي حاولي تحاربي هذا الامور. مام اذا عندك 40-50 سنه حاربي باسكو اكيد وحده دير لي برودوي ودير لي ماساج. فكرتوني راه كاين ماساج سبيسيال بور لي بو غراس، سبيسيال على التجاعيد، سبيسيال كل حاجه راهم دايرين لها العلاج نتاعها. مي المداومه، ومن الاحسن وحده تكون ذكيه. ابداي من درك خير ما تبداي غدوه. مع النصائح اللي مديتها لكم، واليوم مثلا يكون راح يكون من العام يكون عندك 20 مسامة واضحة في وجهك وكبيرة ومفتوحة، يكون عندك 10 اكيد 10 ما تكونش معقداتك كيما 20. والناس اللي معقدينهم مثلا عندهم واضحين 20 مسامة 50، بيان سور ماكش راح تحس بها، مي تشوفي عدد كبير تاع مسامات واضح في وجهها. البنات اللي معقدين من هذا الشيء كيما قلت لكم، حاولوا تروحوا للتجميل، حاولوا تديروا لي ماسك، حاولوا تنيتوايو لي بون تاعكم، حاولوا تشرو لو برودوي هذا اللي قلت لكم عليه، برودوي استرانجون ولا ميم لوسيون تونيك. المهم حاجه تنقي لك البشره نتاعك، اذا ما ضايقتهاش تنقيها معناها تحارب. واذا بيان سور ما فادش التجميل وشفتي باللي عندك بزاف المسامات وكبار ياسر ومعقدينك، وميم على لي برودوي تاع ديجا يسيي لي سوان، تاع ديجا يسيي لي برودوي هذو، تاع ديجا يسيي لي ماسك، واش ديري؟ تروحي هنا وين تروحي للطبيب، طبيب جراح التجميل ولا طبيب تاع تجميل مختص، هو اللي يشوف الحالة نتاعك، هو اللي ممكن ينصحك بلايزر. سمعتهم يقولوا يديروه ممنوع للاستيتيسيان كيما احنا، ما نقدروش نخدمو به باسكو ما عندناش ديبلوم تاعو، ماناش قاريين عليه. عنده اسم خاص، منسيتو، لايزر
حاجه، مي يقولوا ايفيكاس ويقولوا تشوفي نتيجه فوريه باسكو جايه كي شغل جراحه التجميل، مي مانيش عارفه سي با مون دومين ما نقدرش نهضر. كاين حل اخير وهو تقدري تشربي الشاي، كثري من شرب الشاي. تشربي الشاي يساعد على محاربه المسامات. تقدري تاكلي الخضره في بلاصه الدهون باسكو الدهون تزيد توسع المسامات وتكبرها. تقدري تحاربيه بالوضوء ولا تغسلي وجهك كل مرة، حتى وإذا كنتي ما تمنيش بربي ولا عندك ديانة واحدة أخرى، المهم تغسلي وجهك 5 مرات في اليوم ولا أكثر من مرتين في اليوم باش الدهون والأوساخ تروح اللي في الوجه. هذه يعني جسبر نكون فدتكم، جسبر نكون عاونتكم. ما تنسوش تخلوا لي تعليق وجيم وكومنتر، بزاف متحمسة باش نشوف تعليقاتكم. خلوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجايين، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.